لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. في آخر تطورات الجريمة المروعة التي هزت مدينة سلا قبل أسبوعين والتي قتل فيها 6 أشخاص بطريقة وحشية أفجعت الرأي العام المغربي، وبعد القبض على شخص محروق الرجلين والذي كان بمثابة الخيط الأول في هذه القضية الغامضة، وكانت مصادر مقربة من التحقيقات أفادت أن الأمن تمكن من تحديد هوية 10 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في جريمة حي الرحمة، وذلك بعد إيقاف 4 مشتبههم سابقا، مما يفيد أن الجريمة مدبرة وبعناية تامة، وشارك فيها العديد من المشتبه بهم ليرتفع عدد المشتبه فيهم إلى 14 شخصا. وينتظر الرأي العام المغربي الكشف عن هوية الفاعلين الحقيقيين لهذه المجزرة التي قتل على إثرها 6 أشخاص، هذه صورهم رحمهم الله أجمعين. نشكركم على حسن المتابعة.